مقابلة بزاف وعجبني لعبة المغرب وديما المغرب. تشوفوا احنا كنتابعوا المقابلة المنتخب الوطني والحمد لله غادي جوج لواحد. نتمنى ان شاء الله دوز مقابلة كيما في المستوى ان شاء الله. نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني وشكرا. والأداء المنتخب الوطني في المستوى يعني تشكيلة في المستوى إن شاء الله يعني تمكنوا يسجلوا في الشوط الأول والشوط الثاني ونتمنى التوفيق ويزيدوا لنا شيء هذا كل جوج إن شاء الله يفرحونا كاملين وشكرا. كنشكروا المنتخب ديالنا حيتاش اليوم علونا راية المغرب وداونا هاد المقابله هذيك، فكنتمنوا لهم ان شاء الله التوفيق والنجاح والمزيد من التالق. وكنشكروا جميع المغاربه المغربيين. انا اول حاجه بنتي كتحماق على الكره، هي اللي كتعجبها الكره بزاف خليتها كتفرج. وثاني حاجه كنشكر كاع الدراري اللي كاينين في هاد الكافي هذا على حسن المعامله على حسن الاستقبال ديالهم. فانا بالنسبه لهذه المقابله مقابله جيده وكنتمنوا المنتخب المغربي يبقى في هذا يعني في هذا الجدول هذا وشكرا. اليوم عجبنا اللعب منتخب مغربي وبما المغرب وبما الركراكي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.